السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أبناء الطلاب في الصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي، إن شاء الله في الفيديو ده هنتناول عرض لمحتوى كتاب جيم الأضواء إن شاء الله للترم الثاني. يلا بينا مع بعض نفتح كتاب. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللي متابعنا في القناة عارف اللي احنا بنمسك كل كتاب بنمسك منه واحدة ونشوف طريقة العرض عاملة إزاي. هنبدأ بكتاب الصف الأول الابتدائي، هنفتحه مع بعض. الكتاب بالنسبة لمحتوياته عندي فكرتين، الفكرة طبعا كان عندي فكرتين في الترم الأول وفكرتين في الترم الثاني. في الترم الثاني جايب لي هنا الفكرة نمبر 3 بناء على اني كان عندي فكرة أولى وتانية في الترم الأول. طيب الفكرة نمبر 3 بتحتوي على كام؟ على يونت 10 و11 و12 و13، يعني 4 وحدات. والفكرة التانية برضو بتحتوي على 4 وحدات. طيب عندي بعد كده في فاينل ريفيجن، والكتاب هو كتاب واحد، في فاينل ريفيجن مراجعة نهائية وفاينل اسيسمنت امتحانات برضو نهائية، وجزئية الليسننج موجودة في اخر الكتاب. تعالوا كده نشوف عرضه للوحدة العشرة. She is an engineer، هي مهندسة. تعالوا كده نشوف عرض لي في الأول. طبعا جايب لي لسون الوحدة، الوحدة فيها كذا درس. الدرس هو لسون 1، ده الدرس الأول. جايب لي الكلمات وجايب لي ازاي طريقة نطق بعض الكلمات الصعبة شوية على الأطفال في السن ده. وبعدين بدأ يعرض لي هنا شكل المحادثة، وبدأ يجيب لي النقاط المهمة اللي فيها كلغة. وبعدين بدأ يديني هنا هوم وورك، وقت للواجب حفظ الكلمات اهو زي ما انتوا شايفين معايا. طيب وبعدين بدأ يجيب بعد كده براكتس، تدريب على الدرس الأول، يعني أسئلة، مجموعة من الأسئلة عبارة عن صفحتين اهو. وبعدين دخل في الدرس الثاني من الوحدة، جزئية فونكس ورايتنج وكتابة كمان، صوتيات وكتابة، وبرضو حفظ للكلمات وتأكيد على كتابتها. بعد كده بدأ يجيب براكتس على او تدريب على الدرس الثاني زي ما انتم شايفين. دخل على الدرس الثالث في جزئية listening and speaking، بدأ يعرضها وبيعرض هنا تشيك بوينت، يعني جزئية اختبار، وجاب هنا جزئية الرايتنج عرضها، وبعدين جاب براكتس تدريب على الدرس الثالث. دخل بعد كده في الدرس الرابع، بدأ يعرض لنا محتويات الدرس. خلص محتويات الدرس اهو زي ما انتم شايفين، بدأ برضو يعمل لنا عليها جزئية تشيك بوينت، وبعدين جاب تدريب على الدرس الرابع، كل دي تدريبات اهو. وبعدين عمل مراجعة على الوحدة العشرة ككل، كل الحاجات اللي فيها، وجزئية الديكتيشن الإملاء، وبعدين المهارات اللي موجودة فيها المهمة عرضها. وبعدين بدأ يجيب جنرال براكتس اهو، جنرال براكتس. وبعدين بدأ عمل تيست يور سيلف، اختبر نفسك على الوحدة ككل. بكده يكون مخلص. وبعدين جاب سيلف اسسمنت، تقييمك لذاتك حسب درجتك، لو انت جايب من 20 لـ21 ده ممتاز، لو انت جايب 17 لـ19 ده جيد جدا، من 12 لـ16 ده كويس. طيب هي اساسا بقى من كام؟ هو عامل لي هنا حسب الدرجات والستارز، بيشوف تقييمك لنفسك عامل ايه، جايب كام نجمه، لان هو هنا رسمها لي بالنجوم مش بالدرجات. اوكي طيب كده بعد كده بيدخل في الوحده اللي بعدها. في اخر الكتاب جايب لي الوحده 17، فيها القصه بتاعه جولدي لوكس and the three pears، جولدي لوكس والدببة الثلاثة. طبعا عرض لي هنا القصة بالعناصر بتاعتها، شخصيات والزمان والمكان والقصة الحبكة بتاعتها زي ما انتم شايفين، وفي اسئلة على كل جزئية من القصة زي ما انتم شايفين معايا كده. وبعدين عمل فاينل ريفيجن، مراجعة نهائية، ملمن فيها كل الكلمات المهمة اللي كانت في الوحدات اللي اتعرضت كلها في الترم الثاني. وبعدين كمان جزئيه اللانجوج فوكس اللي هو التركيز على الكلمات والحوار. طيب بعد كده جايب هنا فاينل اسسمنتس اللي هو التقييمات النهائيه، جايب لي هنا ادا تقويم كامل.
طيب نشوف كده كام تقويم كده، جايب 6 تقويمات، وبعدين في اخر صفحة في الكتاب جايب الجزئية السكريبتس النصوص، وكمان جايب شهادة التقدير اللي موجودة دي اللي بيكتب فيها اسم الطالب. طيب ده كده خلصنا كتاب الاولى ابتدائي. تعالوا بقى نشوف كتاب كمان تانية ابتدائي. كتاب تانية ابتدائي زي ما انتم شايفين هو كتاب واحد، تعالوا نفتحه من جوه ونشوف برضو محتوياته زي ما عملنا في كتاب اولى ابتدائي. كتاب تانية ابتدائي من جوه محتوياته برضو فكرتين، الفكرة بتاعة الترم التاني، الفكرة التالتة والرابعة، عندي يونت 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12، عندي 3 وحدات في كل فكرة، يعني كل الترم كله 6 وحدات، عندي فاينل ريفيجن مراجعة نهائية، فاينل اسسمنتس تقييمات نهائية، وعندي كمان تاب سكريبتس في الآخر. تعالوا كده نتناول مع بعض وحدة منهم. عندي هنا جايب لي into the countryside في الريف، دي الوحدة السابعة، جايب لي هنا في الأول الكلمات لسن، طبعا الوحدة فيها كذا درس زي ما احنا قلنا، ادي لسن 1 في الدرس الأول جايب الكلمات، وبعدين جايب المحادثة، وبعدين جايب النقاط المهمة في الحوار، وجايب بعد كده هوم وورك تدريبات عشان نحفظ الكلمات، وأسئلة عليها براكتس على الدرس الأول، تدريبات على الدرس الأول. طيب بعد كده بدأ يتناول الدرس الثاني، عرضه، وبعد ما عرضه بالصور التوضيحية بدأ يتكلم اهو، لسه بيكمل عرض فيه، وبعدين جاب الكلمات المهمة عشان تتحفظ اهو زي ما انتوا شايفين معايا، وبعدين عمل تدريب على الدرس الثاني. نقلب مع بعض، بعد كده الدرس الثالث برضو عرضه، وبعدين جاب تدريبات هوم وورك عشان حفظ الكلمات، وعملها في سطور انجليش اهي عشان تبقى سهله عليكم على الاطفال يكتبوها بشكل صحيح. طيب بعد كده عمل البراكتس تدريب على الدرس الثالث زي ما انتم شايفين معايا، تدريب على الدرس الثالث اهو، وبعدين جاب الدرس الرابع عباره عن قصه بدا يعرضها، وعمل عليها اسئله تشيك بوينت اهي، وعرض القصة هو زي ما انتم شايفين، وبعدين جاب بعد كده جزئية الرايتنج يتدربوا على الكتابة، وبعدين تدريب على الدرس الرابع أسئلة، وبعدين مراجعة على الوحدة السابعة بالحاجات المهمة اللي فيها اهو، وكمان جزئية الديكتيشن الإملاء والسكيلز المهارات الكتابية بقى والقراءة وكله اهو. وبعد كده بدأ يعمل جنرال براكتس تدريب عام، خلص التدريب العام، عمل اختبر نفسك واختبر نفسك وتقيمها من حيث النجوم، وبعد كده دخل في الوحدة اللي بعدها. الوحدة ال 12 جايب فيها القصة، عارض فيها القصة بتاعة المنهج The Water Bomb مضخة الماء، جايب هنا متناول فيها الكلمات زي ما انتوا شايفين اهو، وبعدين عامل كمان عناصر القصة والسيتنج المكان والبلوت الحبكة بتاعتها، بدأ يشرح الستوري القصة اهي، وبعد ما القصة شرحها بدأ يجيب عليها جنرال براكتس تدريبات على القصة، وبعدين فاينل ريفيجن مراجعة نهائية، كاتب ايه في المراجعة النهائية، متناول الفوكاب كلمات الفونكس الصوتيات اللانجوج فوكس، وكمان في 16 تقييم يعني اختبار اهو، ادا الكلمات الاساسيه بتاعت المنهج كله، هنا جزئيه الفونكس الصوتيات، بعد كده بدا يجيب اللانجوج فوكس، وبعد ما خلصوا جايب تقييمات، قلنا 16 امتحان علشان الطالب يقيم نفسه. طيب بيمشي كده لغايه اخر حاجه في الكتاب، بنلاقي 16 امتحان اهو، وبعدين بنلاقي جزئية التاب اللي هي النصوص، وبعدين كمان عندي شهادة التقدير اللي في اخر الكتاب اللي بيتكتب عليها اسم الطالب. هنبدأ كده كتاب الصف الثالث الابتدائي، تعالوا برضو نشوف كام المحتويات بتاعة الكتاب، كام وحدة، عندي برضو فكرتين، عندي كل فكرة فيها 3 وحدات، يعني كل الترم الثاني 6 وحدات، بجانب عندي في الكتاب هو كتاب برضو واحد، في فاينل ريفيجن مراجعة نهائية، وفاينل اسسمنتس تقييمات نهائية، وتاب سكريبتس اللي هي نصوص الاستماع. تعالوا كده نشوف الفكرة
التالتة how the world works، كيف يعمل العالم. تعالوا نشوف الوحدة منه عاملة ازاي. قال لي هنا جايب لي اهو where are you from، من اي بلد انت. جايب لي هنا اول درس، جايب لي هنا الكلمات والمحادثة، وبعدين جايب لي language focus، ده بالنسبة للصف الثالث السادس الابتدائي. وبعدين جايب لي homework الواجب حفظ الكلمات اهو، وبعدين جايب لي كمان البراكتس تدريبات على الدرس الاول. دخلي بعد كده في الدرس الثاني بدا برضو يتناوله زي ما انتم شايفين معايا اهو، وكل ده بيعرض الدرس. وبعد كده دخل على البراكتس على الدرس الثاني، تدريبات على الدرس الثاني. دخل على الدرس الثالث برضو عرض الدرس الثالث بالجزئيات بتاعته، وكمان جايب جزئية النوتس في نطق الكلمات، او في كمان الجزئية الكابيتال. وبعد كده تناول البراكتس تدريب على الدرس الثالث. دخل بعد كده على الدرس الرابع من الوحدة الاولى في الترم الثاني، جايب هالي، وبعدين جايب كمان جزئية التشيك بوينت، وبيخلصها بيبدأ يجيب الهوم وورك الكلمات المهمة. وبعدين جايب جزئية براكتس على الدرس الرابع اللي دي تدريبات. وبعدين دخل في الدرس الخامس عرضه، وجاب الكلمات المفروض تتحفظ وتدريب على الدرس الخامس. وبعدين جاب مراجعة على الوحدة ككل اهو، وبعدين جزئية الاملة والسكيلز المهارات، وبراكتس بقى تدريب شامل عام وشامل على الوحدة ككل. وبعدين برضو اختبر نفسك وازاي تقيمها، وبعدين دخل في الوحدة اللي بعدها. طيب بننتقل برضو لاخر وحدة في الكتاب، اخر وحدة في الكتاب متناولة القصة بتاعة المنهج. تعالوا نشوف مع بعض كده زي ما انتم شايفين الوحدة الاتناشر متناولة القصة، بتتكلم عن تامرز ترافلز اون ذا تابلت، رحلة تامر عبر التابلت. جايب القصة متناولها، جايب الكلمات المهمة اللي فيها، وجايب كلماتها اهو التعبيرات المهمة في القصة. وبعدين جايب ستوري المنتس على مصر القصة، وبدأ يشرح ويعرض لنا القصة اهي، كل ده عرض في القصة اهو. وبعدين جاب اسئلة تدريبات على القصة، وبعدين فاينل ريفيجن قلنا هيتناول في الكلمات اللي كانت في الوحدات كلها اهو. وبعدين جزئية الفونكس الصوتيات، وجزئية اللانجوج فوكس الحاجات المهمة في اللغة اهو كل ده. وبعدين الرايتنج، وبعدين بدأ يعمل اختبارات في الكتاب اهو ككل. تعالوا نشوف كام اختبار عندنا في الكتاب، عندنا 11 اختبار اهو، 11 تقييم. وبعدين جاب جزئية كتاب، وبعدين في الاخر خالص في جزئية شهادة التقدير اللي بيتكتب عليها اسم الطالب زي ما انتم شايفين. طيب بكده نكون خلصنا مع بعض عرض كتاب جيم الأضواء للصف الأول والثاني والثالث الابتدائي. دمتم في أمان الله، وانتظروا إن شاء الله بقية الفيديوهات اللي هنعرض فيها بقية المراحل بإذن الله، عشان تطلعوا على كتب جيم الأضواء للترم الثاني. في أمان الله.